جمعيات هدفها توفير سلع بأقل الأسعار وتعاونيات تسهم في تقديم خدمات اجتماعية لمساهمين ولسكان المنطقة. الجمعيات التعاونية مسيرة عقود من العمل التعاوني والاقتصادي. نفتخر أن عندنا تجربة تعاونية عميقة وعريقة وهي الجمعيات التعاونية. اليوم احنا الجمعيات التعاونية في دولة الكويت عدت 70 جمعية. الأرقام اللي قاعد نشوفها أرقام مذهلة في تطور وتطوير العمل التعاوني. العمل التعاوني اليوم ما هو فقط عملية بيع وشراء سلع. العمل التعاوني اليوم قاعد نشوف أنه هو يعني ركيزة من ركائز العمل الاقتصادي في الدولة. آلية وفريق عمل لتكويت الوظائف في الجمعيات وإعداد هيكل تنظيمي بتنسيق مع جهات ذات علاقة لرسم خارطة طريق للتوظيف في الجمعيات التعاونية. من تقريبا سنتين تم تشكيل فريق لتكويت الوظائف الإشرافية أو دعم العمالة الوطنية، على الرغم أن كان هناك بروتوكول تعاون معني بين أربع أطراف وهي اتحاد الجمعيات، وزارة الشؤون، برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة اللي كان برنامج وأصبح اليوم هيئة القوى العاملة، وكذلك التعليم التطبيقي إذا ماني غلطان. اليوم كل وزارة قطعت شوط طويل بالتنسيق نحو إعداد هيكل موحد للجمعيات التعاونية. 70 جمعية تعاونية وأخرى قيد الإشهار وشراكة اقتصادية برؤية اجتماعية هدفها دعم العمل التعاوني والمشاركة بفعالية في الرؤية التنموية للبلاد. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.